السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الا حيانا الله غادي نديرو ديسير ناتياس، وهو ديسير اسباني معروف. اللي غادي نحتاجو ليه عندي هنايا السطر ديال الحليب، عندي ثلاثه البيضات اللي غادي ناخدو غير صفر ديالهم، عندي جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسيير، الا ما كانش ممكن تعوضوها بالنشا. عندي هنايا 100 غرام ديال السكر سنيده، السكر على حسب الذوق، الا بغيتو تزيدو تقدروا تزيدو. عندي هنايا قرفه عواد وشويه ديال القرفه مطحونه وواحد الساشي ديال الزهر، وعندي بيسكوي بحال شكل ديال ماريا باش غادي نسوقو به الدسر من الفوق. اول حاجه غادي نبداو بها في الدسر، انا درت الدسر ديالي في كاسرونه صغيره، غادي ندير فيه هذوك عويدات ديال القرفه كلهم لان الدسر كيبغي القرفه بزاف، وغادي ندير فيه هاد الساشي ديال الزهر. الا ما كانش متوفر عندكم متوفر ديال الفاني تقدروا تعوضوه بالفاني، انا حيت كيعجبني ريحه الزهر كيجي غزال، هذاك الشيء علاش. غادي نديرو الحليب ديالنا فوق ملعقه فيه غلا باش نكملو الدسر ديالنا ان شاء الله. في اناء انا درت هذاك الصفر ديال البيض، غادي نزيد عليه لا كريم باتيسيير، وغادي نزيد عليه هذاك السكر، واحد القبصة ديال الملحة، ماشي بزاف، وغادي نخلط العناصر ديالي مزيان. كتبقاو تخلطو، هو شوية في الأول كيكون قاصح، كتبقاو تخدمو بحال هكا حتى كيبدا يتلقى على شكل ديال كريمة. الحليب ديالنا خصو يغلى مزيان باش يلطلق فيه ديك النسمه ديال القرفه على هذا الشكل بحال هكا. على الخليط ديالنا اللي خلط غادي نزيد انا واحد شويه ديال القرفه، وهذا اللي بقى غادي نزوق به في الاخر. غادي نخلط مزيان، وعلى هذا الخليط غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب اللي غلى لينا، غادي نزيدو وغادي نحرك دغيا دغيا باش ما يطيبش ليا البيض على هذا الشكل بحال هكا. يعني الكونسيبت ديال هاد الديسير راه بحال شكل ديال لا كريم باتيسيير. غير هو الفرق اللي كاين ان هذا كاينه فيه القرفه، ولا كريم باتيسيير كنعرفوا اننا ما كنديروش فيها القرفه. هذاك الحليب اللي فيض حيدت منه القرفه كلها اللي كانت فيه، دابا غادي نزيد الخليط ديالي، غادي نزيدو على الحليب وانا كنخلط مزيان. الخليط ديالي درتو فوق ملعقه مهيله، غادي نبقى نخلط فيه، بغيت نحرك فيه، غادي نبقى نحرك فيه حتى يتقل ليا الخليط. كي كنصيبو المهلبيه عاديه اولا دانيت، الدسر ديالنا ها هو عقد كيولي على هذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نطفي عليه. فهاد الطويسات اللي عندي بحال هكا على شكل ديال الطاجين، غادي ندير فيهم الدسر، كيشتو كيجي عاقد. من بعد ما عملت الطواجن ديالي غادي نزوقهم بهذاك البيسكوي هنايا، وغادي نزوقو بالقرفة عاوتاني من الفوق، وها هو الدسر ديالنا موجود. غادي نديروه في الثلاجة حتى يبرد، وغادي نقدموه ان شاء الله بالصحة والراحة.